يعني لماذا تتبارى أقطاب اليمين الفرنسي والأوروبي في أن تتعدى على الإسلام، على المهاجرين، على العادات الإسلامية بداع وغير أو بمناسبة وبغير مناسبة، وكأن الأمر أمر وطني مثلا؟ يعني ما هي وجهة النظر الأخرى حينها؟ مساء الخير. فعلا هذه السياسة أو ظاهرة جديدة في تبارز أو تنافس الطبقة السياسية في فرنسا وفي دول أوروبية كثيرة على معاداة الإسلام أو الظهور بمنظر معاداة الإسلام والتهجم على المسلمين في أوروبا وكل ما يمد بسلة للإسلام، تأتي نتيجة سياسات راديكالية عميقة منذ سنوات. اليوم في أوروبا صعود اليمين المتطرف واليمين أو وصعود التيار المنافي والمعادي للإسلام هو نتيجة هذه السياسات المتطرفة وسياسات إعلامية صورت لعقود الإسلام على الأقل العقدين أو ثلاث عقود السابقة الإسلام كبعبع والإسلام كوحش وكظاهرة تهدد كيان الدول الأوروبية والغربية بصفة عامة وتهدد السلام العالمي. كذلك أنه ما قامت به السياسات بصفة عامة الغربية تجاه في القضايا في الدول الإسلامية انعكس، وظهور التطرف في الدول الإسلامية كذلك انعكس بشكل سلبي على النظرة النمطية التي يملكها الأوروبيين والناخب الأوروبي في أوروبا والغرب بصفة عامة حول الإسلام. اليوم هي نتيجة نضوج هذه السياسات، وأصبح اليوم يتنافس التيار يعني اليمين المتطرف في أوروبا بصفة عامة وفي فرنسا بصفة خاصة حول معاداة الإسلام، ورغم أنه هناك جالية كبيرة مسلمة في أوروبا وفي فرنسا بالذات، وكذلك ارتباط هذه الجالية بالنشاطات الاقتصادية لفرنسا، هناك تناقض يعني في هذه السياسات الأوروبية تجاه الإسلام والمسلمين.